في هذا الفيلم التسجيلي سنعرض لك طريقة استبدال وحدة التعليق الهوائي الموجودة على المحور الخلفي في سيارة مرسيدس W221. من الضروري اتباع التعليمات بحذافيرها كما يتم عرضها. يجب إخراج مفتاح التشغيل عند العمل على وحدة التعليق الهوائي. ستحتاج إلى العدد والأدوات التي توفرها الشركة المصنعة للسيارة لاستبدال وحدة التعليق الهوائي. أخرج أولاً دعامة التعليق من عبوتها. اقرأ تعليمات التركيب. افحص وحدات التعليق الهوائي استناداً إلى تعليمات التركيب الخاصة بها. قم بقياس ارتفاع السيارة قبل فك وحدة التعليق الهوائي. قم بالقياس من منتصف سرة العجلة وحتى الحافة السفلية لجانب السيارة. قم بتدوين النتيجة. بعد ذلك ارفع السيارة وأزل العجلات. افحص نظام التعليق فحصاً شاملاً للكشف عن أي تلف. استخدم جهاز التشخيص لتفريغ الهواء المضغوط من النظام. إذا كانت السيارة غير مزودة بنظام صوتي متقدم، فليس عليك سوى إزالة غطاء السماعات من على الرف الخلفي. إذا كانت السيارة مزودة بنظام صوتي متقدم، فإن الخطوات اللازمة للتفكيك ستكون أكثر من ذلك. يجب إزالة الرف الخلفي بأكمله بما في ذلك كسوة القائم الخلفي. يجب فك ماسكات التثبيت لإزالة مساند الرأس. وأخيراً قم بفك كسوة القائم الخلفي سي. توخى الحذر الشديد عند العمل على الوسائد الهوائية. أزل المشابك البلاستيكية ثم أزل الرف الخلفي. احرص على ارتداء نظارة واقية للعين عند العمل على أنظمة الهواء المضغوط. تنبيه: قد يخرج هواء متبقى عند فك خط الهواء المضغوط. أحكم غلق الخط باستخدام سدادة. قم بفك وإزالة الصواميل الثلاث من على برج دعامة التعليق. لا يمكن استخدام هذه الصواميل ثانية. قم بفك وإخراج البطانة الداخلية من مبيت العجلة. افصل بحذر وصلات القابس الكهربائي الموجودة على دعامة التعليق في السيارة. اسند كاتم الصوت الخلفي قبل تفكيك دعامة التعليق من ذراع التحكم السفلي.
قم بفك مشبك تثبيت أنبوب العادم واخفض كاتم الصوت الخلفي، ثم فك ذراع التحكم الداخلي السفلي. قم بفك وإزالة المسمار السفلي الذي يثبت دعامة التعليق بذراع التحكم. أخرج دعامة التعليق من الأسفل. توخى الحذر فيما يخص خط الفرامل. لا تنزع ملصق بيانات السلامة حتى تكون مستعدا لتركيب القطعة. ادخل دعامة التعليق الجديدة في السيارة. توخى الحذر فيما يخص خط الفرامل. ضع الصواميل الجديدة ذاتية القفل على برج الدعامة وأحكم ربطها حسب المواصفات التي حددتها الشركة المصنعة. قم بتركيب دعامة التعليق على ذراع التحكم السفلي. تنبيه: اربط الصامولة باليد فقط، لا تحكم شدها. يجب استخدام مسمار جديد ذاتي القفل. ركب ذراع التحكم الداخلي. تنبيه: لا تفرط في إحكام شد المسمار. قم بتوجيه الأسلاك الكهربائية الخاصة بدعامة التعليق بشكل صحيح. صل القوابس الكهربائية الموجودة على دعامة التعليق بالسيارة وتأكد من وضع مشابك التثبيت بشكل صحيح. أدخل جزء الجناح الداخلي واربطه بالمشابك نفسها. تأكد من وضعه بشكل صحيح. أخرج الحلقة المطاطية الجديدة من تغليفها واستبعد الغطاء الأبيض وقم بتركيب الحلقة المطاطية على وصلة الهواء المضغوط في السيارة. توخى الحذر عند التعامل مع الحلقة المطاطية الجديدة حتى لا تتلفها. ضع خط الهواء المضغوط على وحدة التعليق الهوائي وأحكم ربطه باستخدام الأدوات التي حددتها الشركة المصنعة. بمجرد تركيبها أعد تركيب العجلة. التزم بقيم عزوم الشد التي حددتها الشركة المصنعة. اخفض السيارة على الرافعة حتى تلامس العجلة الأرض. تنبيه: لا تنزل السيارة من على الرافعة عندما يكون التعليق الهوائي مفرغا من الضغط. اخفض الرافعة حتى يصل ارتفاع السيارة إلى 400 ملم. ابدأ تشغيل السيارة وانتظر لمدة دقيقتين على الأقل، ثم قم بتنشيط وظيفة الارتفاع في النظام الموجود بالسيارة. تعرض لوحة العدادات رسالة مفادها أنه يجري ضبط ارتفاع السيارة. عندما يكتمل ضبط الارتفاع، انزل السيارة تماما من على الرافعة. افحص وصلة الهواء المضغوط للتأكد من عدم وجود تسريب. أعد تركيب كل الأجزاء في داخل السيارة. توخى الحذر فيما يخص الوسائد الهوائية عند تركيب كسوة القائم الخلفي C. باستخدام مفتاح عزم مناسب، أحكم شد كل الوصلات المسننة التي تم فكها خلال عملية الاستبدال حسب المواصفات التي حددتها الشركة المصنعة.
اضبط دائما محاذاة المحاور بعد العمل على أجزاء نظام التعليق. بيلشتاين. Drive the legend.